أكثر من 5000 شركة عارضة إقليمية ودولية يشهد مشاركتها معرض الخليج للأغذية، والتي تسعى من خلال تواجدها في الحصول على حصة في السوق الإقليمية المتنامية لقطاع الأغذية الذي يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية، مع توقعات بنمو سنوي مركب بمعدل 2.9% حتى العام 2030. إحنا لنا 5 سنة في نشارك في مصنع تمور الرياض، طبعا من الرياض احنا، كانت مشاركة ممتازة السنة هذه. يعني طبعا شوف انت كيف المعرض السنة هذه من افضل المعارض، هو بالنسبة لكثافة البشر، بالنسبة للزبائن، بالنسبة للمردود. وتأتي انطلاقة دورة هذا العام تزامنا مع ما يشهده العالم من احداث عديدة تتمثل في زيادة التضخم ورفع تكاليف السلع الاستهلاكية والأغذية والخدمات والوقود، حيث يمكن لقطاع الأغذية المساهمة بشكل رئيسي في عكس هذه الاتجاهات السلبية والمضي قدما نحو تأمين منظومات غذائية أكثر صحة ومرونة. هذا معرض كتير مهم لنا، هذا يعني كل سنة احنا بنيجي لأنه هون بنلاقي نشوف ناس الخليج، كل دول الخليج أول شيء، وتاني دول إفريقيا وآسيا، فهو يعني احنا بنسميه هب لكل الناس بتيجي لدبي. نحن هنا للمرة الثانية في هذا المعرض لمعرفة كيف هي السوق الإقليمية في الشرق الأوسط ورؤية عملاء جدد يمكن الشراكة معهم في المنتجات التي نقدمها، خاصة وأن هذا الحدث يشهد حضور زوار من مختلف أنحاء العالم وبأعداد هائلة، والذين يمكن إنشاء علاقات تجارية جيدة معهم. مكانة متميزة نجح معرض الخليج للأغذية في اكتسابها كفعالية من شأنها وضع الأجندات الخاصة بقطاع الأغذية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال طرح أحدث الحلول المبتكرة. دور محوري كبير يقوم به معرض الخليج للأغذية في تعزيز دور المنطقة في الأجندة العالمية للأغذية، خاصة وأنه يأتي في مرحلة استثنائية لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات الغذائية. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.